لازمنا نحل. ريت الانقطاع المدرسي باش نحكي معاك بالصراحه اللي تعرفوها فيا. احنا في الوزاره عندنا برنامج يقولوا له ام 4 دي وعلى اساس الفرصه الثانيه وكذا. الحقيقه الحقيقه ما غير ما يتغشوا مني اللي يخدموا فيه في فلوس وفي كذا، اما راهو الكل باش يتعاود. انا مشيت في زياره فجائيه لمدرسه الفرصه الثانيه في باب الخضره. المدرسه هذه من اعلى طراز على مستوى التجهيز والاداره والعاملين فيها. اما هل يعقل يا جعفر انه التلميذ اللي نجيبوه منقطع على اساس باش يمشي من بعد للتعليم التقني وكذا تسعة شهور ما يقرا حتى شيء؟ شو معناها ما يقرا حتى شيء سيد الوزير؟ بالرسمي ما عندوش مناهج، فمش برامج ويخدموا لهم على مهارات الحياه والتهيئه والتاهيل. سامحني مانيش في اصلاحيه، يفترض التسعة اشهر هذوكم ناقص ما يعرفش يقرا يرجع يقرا، ما يعرفش يكتب هكا ولا ما يعرفش يستعمل الحاسوب زاد لازم تكون فما ورش غاديكا اقل حاجه، ورش تقنيه براعات اعلاميه. دونك انا هذا المشروع ساراجعه. ثم يا جعفر خويا الغالي الكلام ذا نتاع تونس نعطيهم فرصتهم الاولى تحكي على الفرصه الثانيه، هذا الاصل. صح، لازم الناس الكل تاخذ فرصه اولى ديجا. لماذا ينقطعوا التلاميذ في تونس؟ لماذا؟ اولا الانقطاع انه المنظومه التونسيه تفتقد الى المنظوميه، باش ما نحكيش كلام مش واضح معقد خن بس واضح. نعم نعم سيدي. ريت انت كي يبدا عندك جسم معناتها جسم انسان اله ما فيه مفصله ارتيكولاسيون وفي سيستم، احنا السيستم نتاعنا ماهوش سيستميك. يعني ها باش نعطيك مثال. اعطيني مثال في البرامج. نعم ناخذوا الابتدائي ونمشي للاعدادي والثانوي. الابتدائي والاعدادي والثانوي لحد تقريبا 2017 لحد 2017 الابتدائي يخدم بالمقاربه بالكفاءات اللي يقولوا لها الكفايات، منين جابوها كفايه نعرفها بالمصري كفايه راي كفاءه حوار لغوي. والاعدادي والثانوي يخدموا بالمقاربه بالاهداف. باه توا عندنا نعم عندنا مقاربة بالمنهاج هذايا جديدة وأنا راني ساهمت فيها وندمت أو يسمعوا فيا خاطر المنهاج لفرصة ندمت اللي ساهمت فيها سيدة الوزيرة اللي ساهمت علاش خاطر المنهاج اللي خدمته أنا وقريت عليه وتكونت فيه مش المنهاج اللي موجود توا. نعم مقاربة بالمنهاج هي المقاربة اللي تقوم على المنظومية وعلى أنه كل ما في السيستم مربوط ببعضه. نعم. من زمن مدرسي للمحتويات للتقييم لكل شيء، توا سقط كل واحد ومنهاجه. به سيدة الوزيرة، لأنه هذا فيه تفرعات كبيرة برشا. به موضوع فيه تفرعات. نقول لك احنا برامجنا مفركة، برامجنا بيدها مفركة. ما اون ريغارد با دون لا ميم ديريكسيون، مانيش قاعدين نشوفوا في نفس الاتجاه، احنا عندنا بعض النقاط سيدة الوزيرة. نوضح ايه. نقطة برك ايه. ربي. نعم. في التعليم الفرنسية مثلا اللي هي تأثر على بعض في الثانوي والكل. نعم. السنة الثانية ابتدائي يقراوا نقولوا احنا ابروش اورال معناتها شفوي والى حد ما. نعم. بعد يمشي للثالثة لابروش سيلابيك بالمقاربة التحليلية يقرا بالحروف والمقاطع. نعم. بعد فجأة في السنة الرابعة والخامسة يقرا لابروش جلوبال والنص يولي اقوى ما فما. ما تخلويش. صرت تخلويش. نعم. لا. في التقييم بخلاف الرياضيات اللي المفروض باش تتعاود هذه دونك الكفاءات الاساس. معناتها انتم توا السيد الوزيره بصدد دراسه اعاده المنهاج هذا اعاده الصياغه المنهاج. انا عندي اكثر من منهاج واكثر من برنامج.